قبل مناقشة هذا الملف نذهب إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والسيد عبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء القطري نقل للسيد الرئيس تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مؤكدا الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين، وهو ما بادله السيد الرئيس بالتحية والتقدير، مؤكدا العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع، حيث استعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد وكذلك جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية. وتم تأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة.